عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا. لباس عايشك ربي يبارك فيك. أتمنى روحك. جمال الكعبي فلاح مطر. في الكواليس حكيت لي إلي أنت عندك برنامج في إذاعة أكسجين أف أم وخاص البرنامج هذا خاص بمعاناة الفلاحين ومشاكلهم. نعم صحيح بالحق الفلاح هو يعاني في الواقع. الفلاح خاصة في العشرين اللي فاتت مسكين ولا يعاني في الأسعار كيفاش غلات، في العلف نتاع الحيوانات كيفاش ولا، كنا في حاجة أصبحنا في حاجة، اللي كانت ب 200,000 كيما لامونيتر ولت بمليون تتباع في السوق السوداء، العلف ما تحكيش، من 50,000 كانت ولت بمليون و600 الطرناطة، على هكا غلا الحمل علوش، وصل في مطر حتى ل 45,000 الحقيقة فات ال 40. فات ال 40؟ أنا في نهار آخر قبل العيد بنهار موال نتاع العيد نتاع عرفة خذيت طرف الحمل لقاها ب 45,000. علاش؟ نسأل باين الشيء علاش؟ باين اللي العلفة غلت عليها مساكن، الفلاح ولا يعاني زاد ما عادش لاقي جهد وما عندوش شكون يعاونه وما عندوش شكون يحكي عليه. نحن كي يوم من الأيام يطلع وزير الفلاح في السابق يقول راهو الفلاح تدخل في 10%، يعني أنا بالفلاح يعني راهو عندنا 10% في الفلاح، رانا ما تعنينا حتى شيء، تعنينا السياحة صحيح، أما زاد الفلاحة راهي حاجة ناكلوا منها، راهو أمن غذائي، ما نلعبوش بيه، راهو أمن الناس راهو غذائيا. هاك تشوف تو نحن طوابير على الخبز، نحن تو كان نزوش 5 الصباح ما ناخذوش الخبز الحقيقة. تفضل. انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب سيكون بطبيعة هذيا يأثر سلبا على مباشرة على تونس والعالم. تعليق يعني على القمر اي انا مش يقابله انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب اي يضرنا، هذا مش يضر العالم كامل، روسيا اوكرانيا هذا من عندهم القمح، هذا يضر الناس كلها، هذا مش تونس بصفه خاصه، مش يضر العالم كله. من ابرز المعاناه شنو هي الفلاح؟ الفلاح يعاني من غلال الادويه، الادويه ولت اسوام خياليه، ما 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 تظنيش بالك شنية طولت كي واحد يعمر ترمبة نتاع تراكتور من تالي تمشي بمليون مليون و200، كان تمشي ب200 ألف في عهد بن علي الله يرحمه، راهو تغير علينا شيء، راهو 10 سنين عديناهم كحل، راه عدينا 10، قلت لك المونيتر كان 200 ألف ولا بمليون في السوق السوداء، راهو شيء كبير، فوسفات كيف كيف، الديابي كيف كيف. تفضلي. موسم حصاد العام هذا موسم كارثي، لم يوفر إلا 2 مليون قنطار من جملة 30 مليون. 1.5 1.5 مليون قنطار من جملة 30 مليون قنطار تحتاجها البلاد لإطعام 12 مليون تونسي. نعم، لا نحن كنا 30,000 حق ما غلطناش 30 مليون، نحن كنا في 20-25 هذيك تكفين اكتفاء ذاتي، اما بالنسبه للسنين صورنا 1.5 ماهوش صحيح، 2 مليون قنطار عامنا اول 7.6 انا راني خاطر نعرف فهمت، معناتها السنين رانا مش نتعب وتعب كبير، اما التونسي يلزمو يخدم الفو طرفي يلزم الخدمه، نخدموا نعملوا طماطم فلفل نبورتكي يلزمنا نخدموا، ما نقعدوش قاعدين هازين عيننا للخارج حتى يعاوننا، يلزم الخدمه. تفضلي. اتحاد الفلاحين وينو من هذا من المشاكل هذه الكل؟ اتحاد الفلاحين في غياب كلي، الاتحاد الوطني في الجهوي في المحلي بمطر كلهم غايبين، ناس قاعدين ياخذوا في دي سالير نقول حرام، ونحن لو عدينا من 2013 وقت اللي جاء حبيب شو اسمه عبد المجيد الزار ضرنا في العشريه هذه من 2013 حتى 2023 هو اللي ضرنا 10 سنين عدينا معاه، خاطر هو ماك تعرفي منين، ما نحبش نعرف المصدر نتاعه، انت تعرفيه هو من جا منين، هو انتقم فينا، هو ضرنا، هو ما خلناش عشان قريب الفلاح مش يبيع حوايجه، مش يبيع اولاده يمكن قريب مش يبيع اولاده. تفضل. قريب مش يبيع اولاده مش يبيع واحد. تفضلي بنتي. احنا توا باش على ابواب شبح ازمه عالميه في ماده الحبوب، ما عندنا ما نعملوا، ان شاء الله ربي يصبرنا، ان شاء الله الجزائر ما تخليناش، دول الجوار ان شاء الله، مصر زاد كيفيك ما تخليناش، كانت سوريا تعطي فينا في 5,000 قنطار، يطلع سي المرزوقي في التلفزه كان رئيس دوله محطوط بور لافورم من 7,000 ناخب يقول قطع العلاقات مع سوريا، راهو زاد صرنا خرب كبير راهو، نحن علاقاتنا مع سوريا متينه، تجي تطلع انت كرئيس دوله، رئيس دوله انت ماكش منتخب 7,000، صار منتخب رئيس قيس سعيد منتخب من 3 ملايين،
اللي ثم احزاب كي كانت مشات الاحزاب انحلت كلها، وانا للاسف كنت في حزب مدياتون زعما كنت حلو كل خير. سعيد رجع العلاقات معها بارك الله فيه وربي يخليه، وان شاء الله يعملنا دوره اخرى. تفضلي بنتي. بخلاف الحبوب نشوفوا زاد ازمه المياه. لا ازمه المياه لا باس، امطار اللي صبت في ماي وجوان عطتنا شويه ماء، كنا 32 مليون متر مكعب بالنسبه للسدود، توا ولينا خلطنا ال 40 مليون متر مكعب في السدود، وخاصه سد ملاك وصل 78 مليون متر مكعب. الماء ما عندناش فيه مشكل، الماء يكونوا متهنين يا توانسه، الماء راهو عندكم. البعض يقول انه الامطار هذيك مش في وقتها وكانت مضره على الصابه، يعني على موسم ال ما ضرتش، اثرت شويه على لون البالة، القمح فرقع شويه وفيه نوع من البيوضه، عرفت شو الفرقيع؟ انا سمعت انه القمح ولا لونه اكحل معناها. لا مش اكحل، لا لا كانه مسوس معناها. لا ما سوسش، بعد رجعت القايله رجعته ورجعوا مذبنين نتفائلوا، نكونوا متفائلين ليس متشائمين، لان التشائم راه يرجعك الى الوراء. أنا متفائل وشعب تونسي كله لاباس، راهو شعب مرحم، شعب باهي، نرحموا بعضنا، ما يتينا شيء. لا في المياه، لا في شح المياه، وما عادش عندنا شح المياه. ماي وجوان ما عادش عندنا شح المياه. وعندنا تحلية مياه البحر زاد. عندنا في صفاقس تحلية مياه البحر. زاد مش تعاوننا. وتكرير المياه هذيك الواحد، مش تعاوننا في السقو. ما نشربوهاش بالحق. هذيك نتاع الواحد. نتاع لوناس هذيك على الاقل نسقوا بها طماطم فلفل نمبرتكي. تفضل. نرجعوا توا للمشكله نتاع مثلا الادويه الغاليه، برشا فلاحه تقريبا بطلوا، يعني ما عادش يخدموا الفلاح. برشا ناس سكرت، برشا ناس سكرت ارضها، اما راك تشوفي الغلاء نتاع عام السنين توا هي ولايه على 24 السنه وثم ربع في باجه الفلاح. الغلاء هز الدنيا الحقيقه. تو انت تشوفي الحمص ب 700 و 800 وتشوفي الفول ب 300 و 400، يعني حاجه خرق العاده. البالة كانت 5 دينار عام نو، سامحيني ساعات نروح كلمه سوري، كانت كانت 5000 تولت ب 12000، القرد كان ب 10000 عام نو ب 22 وب 20، زاد الغلاير وعاوننا الحقيقه، عاون ولايه بنزرت باش يكونوا واضحين. الاخرين ان شاء الله ربي يجيب لهم مطر، وجاب لهم مطر وطلع النجم للحيوانات ولاباس. تفضلي. خلي لك الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول للمسؤولين فيما يخص معاناه الفلاحين؟ انا نقول للسيد وزير الفلاحه، يا سي بلعاتي بالله تلفت لنا شوي، رانا تعبين، رانا ما بقى ما نبيعوا، رانا تدينا، رانا خذينا كل شيء نكردوا فيه للعام الجاي، العام الجاي جينا لقينا صابه ماهيش هي الحقيقه. حتى ولايه بنزرت كان بونتو 50 40 60 تو نلعبوا بين ال 10 وال 20 صعيبه برشا 30. يا سيد الوزير عاوننا، يا الدوله عاونينا، يا اتحاد الفلاحين فيق من نومك، راك في نوم عميق، راك شكلا محطوط لا الوطني ولا المحلي ولا الجهوي، راكم كلكم تعبين، راكم تخرجوا تبيعوا في الكلام في التلافز لا غير. وبارك الله فيكم، وبارك الله فيك انت، وبارك الله في الشباب. شكرا عايشه.